السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. في هذا الفيديو السريع سوف أقوم بعمل مقارنة للسلاح السيج ساور B365. أولا عندنا اللي هو السيج B365 العادي، العيار 9 ملي، عدد المخازن يجيب مخزنين بسعة 10 رصاصات لكل مخزن، الطول الكلي 148 ملي، العرض 47 ملي، الارتفاع 109، طول السبطانة 78 ملي يعني 3.1 إنش. شكل الزناد زي ما هو واضح منحني غير قابل للتركيب الريد دوت. عندنا السلاح الثاني اللي هو السيج بي 365 اكس ال، العيار 9 ملي، عدد المخازن مخزنين بسعة 12 رصاصة لكل مخزن، الطول كله 168، العرض 28 ملي، الارتفاع 122 الارتفاع الكامل، طول السبطانة 94 ملي أي 3.7 إنش. شكل الزناد إكس سيريز ستريت اللي هو زي ما واضح أمامكم يكون مستقيم، النياشين أمامية وخلفية مضيئة ليدية، قابل لتركيب الريد دوت. السلاح الثالث اللي هو السيج بي 365 اكس، العيار 9 ملي، عدد المخازن مخزنين بسعة 12 رصاصة في كل مخزن، الطول الكلي 152، العرض 28، الارتفاع 122، طول السبطانة 78 ملي اي 3.1 انش. شكل الزناد اكس سيريز ستريت مستقيم زي ما واضح امامنا، النياشين أمامية وخلفية مضيئة ليدية، قابل لتركيب الريد دوت. عندنا السلاح الرابع اللي هو السيج بي 365 اكس ماكرو، العيار 9 ملي، عدد المخازن مخزنين بسعة 17 رصاصة لكل مخزن، الطول الكلي 168 ملي، العرض 28 ملي، الارتفاع 132 ملي، طول السبطانة 79 3.1 انش. شكل الزناد اكس سيريز ستريت، النياشين امامية وخلفية ليلية، قابل لتركيب الريد دوت. ايضا يجيك بكمبنسيتر جاهز في نفس السلايد. هذا اللي حبيت اعطي فكرة عنه، ونشوفكم في حلقات قادمة ان شاء الله.